بجدد التحية لحضراتكم، وكمان بجدد التحية لكل يوم ثلاث مع الناقد الكبير عمر البنوبي. عمر مساء الخير عليك، منورنا كبير. وبننتظر كل يوم ثلاث عشان نتكلم على حاجات كتير جدا. نكلمنا ايه النهارده؟ انا والله بنتظر كل يوم ثلاث عشان اشوف حضرتك كمان، وعشان اشوف يعني جمهور شاشه قناه النادي الاهلي. ده شرف كبير ان انت كل اسبوع عندك فرصه تتكلم مع جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه. منورنا. واحنا بنتكلم معاك دلوقتي عمر في مباريات تشامبيونز ليج شغاله، صلاح وكوكا، يعني كوكا كمان بيلعب قدام المان سيتي، صلاح بيلعب ضد اتلانتا. كان اعتقد كمان الاسبوع اللي فات كان في شيء كلنا وقفنا عنده كمصريين وكنا فخورين بيه، وجود النني او شاره الارسنال على دراع النني في مباراه اليوروبا ليج او كاس اوروبا. فانت شفت ده ازاي عمر من وجهه نظرك؟ وكمان نتكلم شويه على الحته الفنيه وتالق النني بعد غياب عن البريمير ليج. يعني طبعا هي كانت حاجه مشرفه جدا للجيل ده من اللعيبه، انه الجيل ده من اللعيبه قدر انه يبقى عنده لاعب موجود في واحد من اكبر الانديه في العالم نادي ارسنال، ومن اعرق الانديه الانجليزيه، ويكون كمان معاه شاره قياده النادي ده. يمكن هي مش اول مره في تاريخ اللعيبه المصريين، عندنا برضو كنا اتكلمنا عنه هنا قبل كده في بدايه لما اتكلمنا عن اليوروبا ليج او يويفا كاب، كابتن مجدي طلبه مع باوك في بطوله يويفا كاب 92 كان شاره القياده على كتفه لنادي باوك قدام باريس سان جيرمان، كان اعتقد دور ال 32. هي كانت لها قصه في باوك، كان وقتها شاره القياده، انت حضرتك عارف انه في ثلاث مواقف او ثلاث انظمه لمنح شاره القياده، منها الاقدميه، وده شائع في كتير وموجود هنا في مصر بالتاكيد موضوع الاقدميه، او باختيار المدير الفني هو اللي بيرتب الكباتن بتوع الفريق، او بالانتخاب. في الوقت ده كان بالانتخاب في نادي باوك، وكان في اثنين كباتن تم انتخابهم اوريدي. الصوره كمان قدامها بالظبط، ده النني. والثالث كان تم انتخاب كابتن مجدي طلبه، كان بدا يتكلم يوناني ومتواصل مع اللعيبه كلها، وعلاقته بالاداره كويسه وشعبيته بقت كبيره هناك في وقتها، لان ده كان ثالث موسم او رابع موسم له مع نادي باوك، لانه بقى من 89 لحد 92، فوقتها نزل ماتش باريس سان جيرمان ومعاه شاره القياده. اعتقد ان النني تفوق انه كمان موجود في نادي كبير جدا واسم صحيح. كبير جدا في الدوري الانجليزي. فكره كمان انه النني خد انتقادات كتير جدا طول السنين اللي فاتت، يعني بعد خطوه بازل وانتقاله لارسنال، الناس ممكن بعض الاراء حتى فنيين الناس المتخصصه شايفين انه النني ما يستحقش يكون موجود في ارسنال. ما اعتقدش ده حقيقي. يعني انت بتتكلم على بعض النقد هنا في مصر، النقد هنا في مصر مش بره، لانه بره الوضع مختلف. التقييم تقييم فني، ممكن مدرب ما يبقاش عاوز النني زي ما شفنا قبل كده بعد ارسن فينجر ما مشي، لكن لما جه ارتيتا هو قال انا مؤمن بقدرات محمد النني وشايف انه ادي بشكل كويس، ولما رجع من باشا اكتشف من الاعاره اللي قضاها السنه اللي فاتت، وعمل مواسم عمل موسم كويس مع باشا اكتشف. لما رجع ارسنال هو رجع بنضج اكبر بخبرات اكتر، فقدر انه يؤدي الاداء اللي احنا شايفينه دلوقتي. استحق انه طبعا يكون كابتن فريق ارسنال في مباراه اليوروبا ليج قدام دوندولك الايرلندي. اعتقد انه الفتره اللي جايه هتكون افضل بالنسبه لمحمد النني، لانه الاداء بيتطور معاه طول الوقت. يمكن هو حتى حاسس بده وقالها بعد مباراه مانشستر يونايتد، قال انا بحاول ان انا اطور نفسي، ما ببصش المنافس اللي بلعب ضده، وبحاول ان انا يعني اقدر. حد تقريبا بعد في المؤتمر الصحفي قال له انت بتلعب او انت كان عندك مهام صعبه جدا مع افضل ثلاث لعيبه وسط على مستوى العالم، يعني كان احساسك ايه؟ زي ما انت قلت كده، هو بيتكلم على بيحاول يطور نفسه وبيحاول ما يبصش منافس. بالظبط. يعني انا اعتقد ان هو اللي جاي كمان هيكون افضل من كده للنني، لانه كان الخوف على النني وجود توماس بارتي. يعني كنت اتكلمت مع هيلر، وده كان لعيب خط وسط ارسنال في التسعينات، فقال لي النني مشكلته لو توماس بارتي هيلعب اساسي النني هتبقى فرصته اقل، لكن اللي احنا شفناه ان ارتيتا اعتمد على توماس بارتي واعتمد على النني مع بعض، وقدر ان هو كمان يعملوا ثنائيه كويسه جدا قدام مانشستر يونايتد. وانا بكلمك طبعا الشامبيونز ليج شغال، ليفربول 2-0، نتمنى ان صلاح، وكنت بتكلم على صلاح يمكن في الانترو، ان محمد صلاح كمان ان شاء الله لو جاب جون النهارده هيعادل رقم قياسي مايكل اون. مايكل اون 21 جول وصلاح 20، لو صلاح جاب جولين النهارده يبقى خلص، يبقى عادل الرقم وعدى يعني ان شاء الله. 2-0 بس لسه صلاح، يعني لسه الماتش لسه تقريبا بقاله دلوقتي 25 دقيقه. بالظبط. 2-0 ليفربول لسه كتير، لسه في وقت كتير ممكن صلاح يسجل. واعتقد انه محمد صلاح عنده ثبات مستوى دلوقتي، وده شيء هايل جدا، واعتقد انه ان شاء الله يحقق، يعني هو هيواصل كسر الارقام القياسيه الفتره اللي جايه.
ان شاء الله نتمنى له التوفيق. لو بنتكلم على البريمير ليج شويه، خلينا الاسبوع اللي فات انتقال احمد حجازي، انتقال احمد حجازي للاتحاد السعودي، شايف الانتقال ده ازاي؟ هل ليه تاثير على المستوى الفني لحجازي؟ الدوري السعودي اكيد دوري قوي ولكن لا يقارن طبعا بالبريمير ليج، شايف انتقال حجازي ازاي للاتحاد السعودي؟ يعني خليني اقول لحضرتك شويه من الكواليس. انا كان لي مكالمه مع حجازي، اتكلمنا شويه مع بعض، لكن كمان كنت كلمت جاري تومسون، وهو من نجوم واساطير نادي ويست بروم، وكان افضل لاعب اعتقد 84 85 كان افضل لاعب في الفريق. بالمناسبه كان بيلعب جنبه مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الاهلي في الوقت ده في ويست بروم، فهو اتكلم، هو مهتم قوي باخبار ويست بروم. فقال لي الكلام في النادي كله انتقادات لاداره ويست بروم على انها فرطت في احمد حجازي. ايوه يعني الاداره الفنيه عمر، ولا مش الاداره الفنيه، انا بتكلم على الاداره، البورد نفسه، البورد نفسه الإدارة. يعني مجلس الاداره هو اللي ضغط، رغم انه لو فاكر قلت مع حضرتك هنا قبل بدايه البريمير ليج مع اول ماتش لويست بروم، سلافن بيليتش هيبقى عنده مشكله لو ما اعتمدش على حجازي. مظبوط. اللي عرفته ان سلافن بيليتش في الاول كان عاوز حجازي يمشي، وفجاه لما لقى النتائج اتدهورت في اول اربع اسابيع زي ما توقعنا هنا، والحجازي لعب وادى المباراه اللي لعبها، فعاوز يخلي حجازي يقعد. هنا الاداره كانت واخده قرارها، وحجازي نفسه على فكره يعني الانتقال تم بسرعه جدا. صحيح. والموضوع ما كانش سهل بالمناسبه، يعني لانه كمان حجازي بالنسبه له هو ما كانش عنده مشكله انه يكمل في البريمير ليج، لان خطوه اتحاد جده انا شايفها ايجابيه بالنسبه لحجازي، لان هو خبراته الفنيه عاليه، حجازي 29 سنه برضه، فخبراته الفنيه عاليه، هو لاعب دولي موجود في منتخب مصر، مكانه محفوظ في منتخب مصر طول ما هو بيأدي وطول ما هو بيشارك. يمكن مشاركات حجازي كانت هتبقى اوكي مفتوحه، وهيبقى عنده فرصه يكمل مع ويست بروم الموسم كله، لكن تدخل الاداره هنا هو اللي عمل مشكله، لانه على فكره هم عايزين يوفروا فلوس. حجازي من اعلى الرواتب في فريق ويست بروم، وهم عايزين يجيبوا فيرويد، لكن فيرويد على حساب الدفاع هتبقى لهم مشكله برضه. يعني اعتقد وهم بيخططوا يعني في البري سيزون اكيد بيقعدوا مع المدير الفني، فاكيد هو زي ما انت قلت هو في الاول قال ممكن جدا طلب محتاج. هو طلب وقال نوفر فلوس ونجيب فيرويد. بالظبط، قال نوفر فلوس نجيب بيها فيرويد، ده اللي انا عرفته متاكد منه من الكواليس. فلما لقى النتائج تراجعت هو لا ده عايز اكمل حجازي يكمل، قال له خلاص احنا الموضوع انتهى وفي ترانسفير جاي في اخر يوم في اخر وقت. راح اتحاد جده. اتحاد جده فريق كبير عنده تاريخ كبير في الدوري السعودي، اعتقد انه كمان حجازي هيحجز مكانه اساسي، وده حصل من اول مباراه، وكان الديربي جده، اهلي جده مع اتحاد جده، ادى بشكل كويس جدا. اتحاد جده كسب من فتره طويله ما كسبش الديربي، من 8 سنين بالظبط، 8 سنين ما كسبش الديربي زي ما حضرتك قلت، فواضح ان كمان حجازي بادئ بمعنويات مرتفعه. اتمنى له التوفيق، وهو مكانه محفوظ في منتخب مصر طالما بيشارك بشكل اساسي، اعتقد ان مستواه هيبقى يعني اعلى من اللعيبه اللي حواليه، وده هيديله فرصه ان هو يحافظ على مكانه. انا اتكلمت في النقطه دي باختصار، ان كمان يعني بعض الناس كانت بتلمح ان الفلوس، الموضوع مش موضوع خالص. فلوس خالص، الموضوع ان ممكن حجازي كمان هو فكر يعني خلاص في مشكله في الاداره، ممكن جدا حتى لو قعد ما يلعبش، هو يعني عارف حجازي دايما بيحب يكون موجود في الملعب. بالظبط، فوجوده في الملعب ده مهم، وده شيء غالي جدا على اللعيب، وكمان على المستوى المادي اكيد هيستفيد بشكل اكبر، لكن كان هدفه الاول ان انا اكون متواجد، ان العب مباريات بصفه مستمره. الدوري السعودي لا باس به، فهيكون رجليه في الملعب بشكل جيد، وده اللي حققه يمكن في اول مباراه. وانا اعرف ان حجازي كمان ترند دلوقتي على مستوى كل الدوري السعودي، الناس يعني الناس مبسوطه منه جدا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بالمناسبه عشان ناكد على الحكايه دي، حجازي مش عقليه اللعيب اللي فكر في الفلوس خالص، لان انا قريب من حجازي بتكلم معاه على طول. بالعكس، حجازي لما اختار انه يكمل في ويست بروم وهم نزلوا تشامبيونشيب، اعتقد انه كان قرار صعب جدا، لكن قرار هو كان حاسبه كويس، وكان شايف ان في بروجكت ان الفرقه تصعد. الفرقه صعدت. حجازي لما ضحى مجبرا بالبريمير ليج يعني، وخد خطوه ثانيه هو برده شايفها خطوه كويسه في مشواره، وبتمنى له فيها التوفيق مع اتحاد جده، هو عمل ده لانه كان ممكن يكون عارف او مستوعب فكره وقاري المستقبل شويه، ان ويست بروم بقائه هيبقى صعب، لانه الاضطراب الاداري ده بالمناسبه الاداره بتاعت ويست بروم بتتهاجم علشان الصفقه زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام، بيتهاجموا ان انتوا ازاي تفرطوا في لعيب يعني الدفاع محتاجه، لما نزل ادى بشكل كويس، هو مش لعيب لا مصاب ولا بعيد عن مستواه ولا الكلام ده، لا هو لما نزل ادى، وحجازي عنده خبره في البريمير ليج، لعب سيزون كامل وادى فيه على اعلى مستوى. لكن اعتقد ان الخطوه اللي جايه لحجازي برده يعني هتكون، لان هو معار لحد دلوقتي يعني، هو حجازي معار بنية البيع. بنية البيع، فاعتقد برضو ان حجازي حتى يعني لما يقضي فتره كويسه مع اتحاد جده، اعتقد ان قدامه ياخد خطوات ثانيه كمان. طب نرجع سنة برضو للاوروبا ليج، وكنا بنتكلم على مجدي طلبه، واتكلمنا على طبعا النني، لكن كمان عبد الستار صبري. عبد الستار صبري كان
يعني اهلاوي كمان. اه طبعا طبعا اهلاوي ويعني خرج لاوروبا عن طريق النادي الاهلي بسيناريو يمكن رحله عبد الستار صبري تقدر تقول عليها ان هي فيها قدريه شويه زياده. عبد الستار صبري من اللعيبه اللي ما بتخططش شويه في الوقت ده، كان صغير برده في السن مش مخطط، ما فيش كارير بلان انه هيروح يلعب في اوروبا وياخد خطواته وكده. هو كان جاي النادي الاهلي لكن كان الاهلي لسه متعاقد مع كابتن سمير كمونه من المقاولين قبلها، واخد اعتقد كابتن احمد نخله برضو اعتقد كمان يعني، فقالوا لا مش عارف ناخد ثلاث لعيبه مره واحده، لازم نطلعه ترانزيت ونرجعه تاني. يعني ده كان التفكير وقتها. يعني هو الكلام ده في التسعينات يعني. الكلام ده كان 96 فلما طلع كابتن عبد الستار صبري يعني، لان انا بحبه جدا، هو من الناس الشخصيه الجميله ومؤدب جدا ولعيب كمان على المستوى لعيب، لا لعيب حريف، لعيب من اللي خلونا نحب الكوره يعني. ده حقيقي. فهو لما طلع عن طريق النادي الاهلي لانه كان وقع انضمام للنادي الاهلي، ثم راح على نادي تيرول النمساوي على انه هيتمرن شويه ويرجع على النادي الاهلي، لكن هناك احتاجوا له. الجمهور شافه نزل ماتشين بيأدي كويس، لا احنا عايزين اللعيب ده، طب نكمل. رئيس نادي تيرول كان صديق كابتن صالح سليم الله يرحمه، كلمه في التليفون قال له لو هو عاوز يكمل يكلمني، يقول لي انه عايز يكمل في اوروبا واحنا ما عندناش مشكله، مش عايز يعني مش عايز يرجع على الاهلي مفيش مشاكل، يروح بس تقول انتوا اتنين مصر. تاني يوم كانوا في مصر قعد قال لهم عايز حق النادي الاهلي الاول، لانه اللعيب ده ماضي عقود مع النادي الاهلي، خدنا حق النادي الاهلي، انا عايز اللعيب ده يتعامل احسن معامله عندكم لان ده انا بعتبره ابني. كابتن عبد الستار بيحكي الحكايه دي على طول لانه هو بيعتز جدا بالكابتن صالح سليم من الموقف ده كمان، وكان بيقول بعد كده بيقول بقيت استشيره في كل شيء، كل خطوه اخدها في اوروبا. يمكن مع تيرول شويه لعب عبد الستار صبري موسم ونص، وفجاه جاله خطوه ثانيه نروح ارو سويسري، كانوا بيلعبوا دوره الهبوط البقاء في الدوري بالظبط، فهم صدع ماتشات تقريبا، راح جاب جونين وعمل ماتشات عليه قعدهم في الدوري. ساعتها اري هان كان بيتفرج عليه، كان مدرب هولندي كبير طبعا وكان بيدرب باوك وقتها، فشافه مع ارو سويسري وقال انا محتاجه معايا، اخده على باوك اليوناني. من هنا ظهر لاول مره بقى كابتن عبد الستار صبري في اليوروبا ليج، يعني كانت اول مشاركه له مع باوك اليوناني. كان اول ماتش مع لوكوموتيف تبليسي الجورجي، فرقه مش قويه قوي، لكن ماتش خلص 7-0، عمل جون من السبعه وسجل جول ده، سجل جون في سجل جول يعني اول مشاركه ليه، اول مشاركه ليه في اليوروبا ليج سجل جول. يمكن الجول معانا على الشاشه دلوقتي يعني. دي كانت سنه كام يا عمر؟ ده 99 بالظبط يعني. شوف هو هيستلم، شوف هيعمل ايه. لا هو طبعا لعيب حريف يعني، وستايل حلو يعني. عبد الستار من ستايل بيلعب برجليه الشمال بشكل اكتر من رائع، لعيب يعني هايل بصراحه. بالظبط يعني هو وفي الفتره دي لما تساله يقول لك ان دي من احسن الفترات اللي لعبتها في اوروبا، لان هو دخل على باوك، الفريق باوك فريق كبير في اليونان، شعبيه يعني كبيره. هو يعني الفتره دي احسن من البرتغال؟ احسن البرتغال. هو مشكلته انه لو كان، ما هو احنا يعني صحيح. هو بعد الماتش ده لعبوا بنفيكا، فهنا جت النقله. اوكي. بيلعبوا باوك بيلعب بنفيكا، ف عبد الستار صبري الماتش الاولاني مقطع فرقه بنفيكا في الذهاب، خلص 2-1 في اليونان، 2-1 لبنفيكا. راحوا يلعبوا الماتش العوده، فعبد الستار صبري كسر الدنيا وسجل جول، ويعني سجل جون في بنفيكا برضه ضربه ثابته كده حطها جول. وكان ساعتها مدرب بنفيكا يوب هاينكس، المدرب الالماني العبقري في الوقت ده. فيوب هاينكس اصلا صديق اري هان، بعد ماتش الذهاب قال له انا عايز اللعيب الاسمراني اللي في الفرقه دي، فقال له بس ده انا لسه جايبه والموضوع هيبقى صعب، بس ممكن تتكلم مع النادي، هما كانوا اصحاب. ف حكى لي كابتن عبد الستار صبري بيقول لي دخلت اعمل تحليل منشطات بعد الماتش، لقيت الاداري بتاع المرافق للعيبه بتاعه بنفيكا بيقول لي احنا خلاص اشتريناك. ده بعد الماتش بعد الماتش طول بيقول له اشتريناك، ما اعرفش حاجه، انا اصلا مش عايز امشي من باوك. كانش عايز يمشي من باوك لانه اكتسب شعبيه هناك بسرعه، لانه ماتشات الدوري سجل فيه، ماتش سجل فيه جونين، ماتش سجل جول، سجل 4 اجوان في الدوري، ماتشات اوروبا عملت له شعبيه بالجونين اللي سجلهم في بنفيكا وفي الكوموتيف. بعدها هو بيقول لي بقى اري هان صاحب يوب هاينكس، فظبطوا الموضوع مع بعض. جينا في ماتش العوده خلاص اتعادلنا، وصلنا للبينالتيز وانا كنت رقم واحد في تسديد البينالتيز، بيقول لي لقيت اري هان سحبني قبل البينالتيز على طول، فبقول له في ايه انا عايز اكمل الماتش، قال له انت خلاص انت رايح بنفيكا بعد الماتش، هو انتهى يعني. ده اسرع ترانسفير اعتقد، اسرع ترانسفير يعني، ما كملش 4 شهور بالظبط، ما كملش تقريبا 3-4 شهور في باوك ومكسر الدنيا. لدرجه ان على فكره بمناسبه الموضوع ده واقعه ما تتنسيش في اليونان حصلت، جمهور باوك كان هيتجنن انه ازاي عايزين يبيعوا عبد الستار صبري،
لعيب ما صدقوا جالنا الستايل ده بيقول لك مجدي اربع شهور بس بيقولوا مجدي طلبة الجديد، هم دايما بيقارنوا اي لعيب في باكو مجدي طلبة. ف وقتها حصل ثوره من الجماهير في اليونان على رئيس النادي، فرئيس النادي راح جاب عبد الستار صبري قال له بص انت هتعمل مؤتمر صحفي وهتطلع تقول ان احنا ان انت اللي طلبت تمشي لان الجمهور مش موافق وهيعمل مشكله واحنا محتاجين فلوس والمبلغ اللي جاي بنفيك هيدفعه كبير. وفعلا عمل مؤتمر وقال انا يعني عايز امشي، وبعد كده راح زارهم مره تانية بعد كده يعني اكتسب شعبيه جامده قوي. هي الفكره كلها ليه باوك كانت فتره الاربع شهور دول افضل من اللي عمله مع بنفيكا؟ لانه في بنفيكا هو ادى كل الاداء الحلو مع يوب هاينكس، بمجرد ما جه مورينيو الكلاش ابتدى. الكلاش ابتدى لانه مورينيو مدرب من المدربين ده ورانا مع صلاح مع صلاح ومع عبد الستار. يعني مورينيو مشكلته في حاجه انه جه لما جه شاف عبد الستار صبري، هو عبد الستار صبري من نوع اللعيب الحريف اللي عاوز ياخد الكوره ويتحرك ويرقص ويشوط وكده، فقال له لا انا بلعب بطريقه محدده، انا محتاج ان انت تلعب على الخط ما تلعبش في قلب الملعب ما تدخلش جوه، عايزك تلعب على الخط بس. قال لا انا ما بلعبش كده. وعنده في التمرين بقى عبد الستار صبري من نوع اللي ما بيتفهمش برده يعني. نزل التمرين يعمل اللي هو عايزه، لعب معاه ماتش في بطوله اوروبا في اوروبا ليج وكام ماتش في الدوري كده، وبعدين قال له لا انت مش تنفع معايا. راح كابتن عبد الستار صبري بقى جمع اللعيبه اللي هم من افريقيا ومن اصل افريقيا واعترضوا على مورينيو مع الاداره وعمل ثوره عمل ثوره هناك يعني. مع ان عبد الستار يعني ما تحسش شعبيته كبيره جدا هناك لدرجه ان يعني شفت ريبورت من التلفزيون البرتغالي وقتها مصورين وهو طالع من النادي وانه متضايق ويتكلموا مع مورينيو، لدرجه ان مورينيو عمل مؤتمر صحفي قال لهم لا هو بيقول ان انا ما اتكلمش معاه، انا اتكلمت معاه مره واثنين وثلاثه واربعه وبرضه مصمم. هو هنا مش في السالونيكي على اليونان بقى بيقول لهم ما انت عارف بقى مورينيو بيخبط على طول هو هنا ينسى انه في السالونيكي، هو هنا في بنفيكا. يعني كان موقف صعب جدا. وبالمناسبه يعني هو عبد الستار صبري فعلا جنن مورينيو في الوقت ده، لانه اكتر لعيب خد فرص استنزف فرص مع مورينيو، مورينيو يلعبه ويعمل اللي في دماغه برضه ينزل الملعب يعمل اللي في دماغه. عبد الستار لعيب رائع. ولو اتكلمنا على يعني اتكلمنا على اليونان لازم دلوقتي كمان نتكلم على كوكا بيأدي بشكل جيد جدا. كان ليه تصريح قبل المباراه يعني امبارح كان بيقول هو بيلعب قدام المان سيتي وامنيه حياته انه يحقق هدف في سجل هدف طبعا. هو بالمناسبه لغايه دلوقتي النتيجه 1-0 المان سيتي ومانشستر سيتي. الماتش صعب برده بيلعبوا في انجلترا طبعاً. وفرقه اولمبياكوس فرقه كويسه، لكن اولمبياكوس عنده بعض عناصر عندها خبره زي فالبوينا، عنده يوسف العربي جاب يلعب جنب كوكا في الهجوم، عنده اكتر من لعيب كويس يقدر، عنده ماسوريس كمان لعيب كويس جدا ولعيب قوي وبيسجل اهداف. لكن طبعا فرق السكواد ما بين اولمبياكوس وما بين مان سيتي هيبقى صعب قوي ان انت تتعوض، لكن اتمنى انه كوكا يسجل هدف ويحقق اللي بيحلم بيه، لانه برده المباريات الكبيره دي بتصنع نجوم. هو سجل هدف في اول يعني هو لعب 6 دقائق يوروب تشامبيونز ليج، سجل جول في مارسيليا وجول فوز 3 نقط بتوع الجوله الاولى. اعتقد انه يعني اتمنى له ان هو يسجل النهارده، بس انا شايف انه يعني فرصه كوكا انه يكمل ويكمل على المستوى ده انه يتواجد يكمل في اولمبياكوس اليوناني، لانه كوكا في اولمبياكوس اولا اكتسب شعبيه كبيره، هم بيحبوا المصريين جدا هناك. النقطه الثانيه انه الفريق نفسه فريق يساعد كوكا انه يسجل اهداف، الطريقه اللي بيلعب بيها بيدرو مارتينيز في اوفرات في لعب ساعات فرص كتير بيوصل كتير للجول، الاستغلال لقدرات كوكا الفنيه والبدنيه بشكل بيخليه ينتج في الملعب. لو بصينا على ارقام كوكا هنلاقيه مسجل هدفين المباراه اللي فاتت في الدوري، سجل هدف قبلها وعامل هدف في الدوري برضه، فواضح ان هو فايق من اول الموسم. السنه اللي فاتت كان نفس الكلام في الاعاره، المدرب اللي معاه مدرب يعرفه، مدرب برتغالي هو لعب في البرتغال كتير وبيتكلم اللغه، فالتواصل سهل، ده مسهل عليه جدا اكتر من انه يكون معاه مدرب يوناني. يعني بمناسبه الكابتن عبد الستار صبري كان عامل حاجه غريبه جدا هناك في باوك بمناسبه حته اللغه دي، ان هو ما بيتكلمش يوناني طبعا ولسه رايح، كان جايب مترجم ومقعده جنبه على الدكه، ما حصلتش في التاريخ على الدكه في المباراه على الدكه في المباراه يقعد جنبه لحد ما ينزل الملعب، بعد ما ينزل الملعب هو بيتفاهم بقى مع الباقي. يعني هو كان هي النقطه كده. فكوكا الموضوع بالنسبه له الحياه متطوره شويه اكتر ومتابع كويس ومتشاف كويس بيلعب تشامبيونز ليج، فاعتقد انه الفرصه دي مش هتتعوض تاني، لانه انتقال كوكا لفريق يلعب تشامبيونز ليج بعد اولمبياكوس مش هيبقى سهل. انت ممكن تتواجد حتى لو في دوري انجليزي لكن مش هتتواجد مع فريق بيلعب تشامبيونز ليج، لكن ان انت تحافظ على فكره تواجدك المستمر كل سنه في التشامبيونز ليج، ودي من الحاجات اللي انا نفسي تتغير في عقليه اللاعب المصري لما يجي يحترف.
دور على فريق يظهرك في اوروبا ليج فعلا، لان بتلعب في تشامبيونز ليج. لكن مش فكره ان انت لازم تروح تلعب في برشلونه مثلا، ليه يعني؟ ليه عايز تطلع من هنا على ليفربول على طول؟ برشلونه عنده مشاكل كتير، هنتكلم على برشلونه لان ليه قصه. لكن خلينا برضو نتكلم شويه على محترفيننا. تريزيجيه استون فيلا ماشي بشكل كويس، لكن هزيمه الاسبوع دوت 4-3 برضو، شايف النقطه دي ازاي رغم ان هم ماشيين بشكل كويس؟ تريزيجيه يعني انا شفت المباراه، كان السيناريو غريب جدا انك تبقى خسران 4 وبعد كده تعوض في اخر الدقائق. تريزيجيه انا شايف ان هو بيأدي بشكل كويس ومستوى ثابت من اول الموسم، حتى دين سميس بعد الماتش قال ان تريزيجيه جات له فرصه انه يسجل 3 اهداف وما سجلش، برضه هو كان متضايق جدا انه يخسر النقط دي على ملعبه لانه كانوا بيلعبوا في فيلا بارك. اعتقد كمان انه الشكل اللي عمله تريزيجيه السنه اللي فاتت في ختام الموسم ثم النهار يعني بدايه الموسم ده، ما نقدرش كمان نعتب على فرقه استون فيلا ان هي دلوقتي خسرت ماتشين ورا بعض، لانه برضه ما كانش متوقع خالص الانطلاقه اللي عملها استون فيلا الموسم ده. ما كانش حد يتوقع ان هم يكسبوا 3 ماتشات ورا بعض، وان هم يبقوا 4 ماتشات كمان اعتقد 12 نقطه وماشيين كويس جدا وبينافسوا في المراكز الاولى دلوقتي. ده هيريحهم بعد كده، بدل ما انت كنت بتصارع الهبوط لاخر ثانيه السنه اللي فاتت، لا انت ممكن تجمع ال 30 نقطه اللي هيريحوك الاول وبعد كده تبتدي تلعب باعصاب هاديه علشان تحقق مركز كويس الموسم اللي جاي. فاعتقد كمان انه استون فيلا بخلاف انه في تريزيجيه وفي محمدي شارك المباراه اللي فاتت كمان بديل، استثمار مصري كمان في البريمير ليج ودي حاجه كويسه. فاتمنى لهم ان هم كمان الجولات اللي جايه يبتدوا يعوضوا، يبتدوا الجولات اللي جايه الدنيا تمشي. نتمنى لهم طبعا التوفيق. نروح لبرشلونه، يمكن برشلونه بيمر بازمه كبيره جدا جدا، مش هقول دلوقتي لكن من ساعه طبعا انتقال ميسي ورجوع ميسي وكومان، يعني كان في مشاكل، لكن كمان طبعا واستقاله رئيس النادي دلوقتي عنده مشكله حتى على في الليجا، عنده مشكله كبيره جدا في الليجا، تاخره بشكل يعني اعتقد في المركز ال 12 دلوقتي مفاجاه كبيره. شايف برضو برشلونه ازاي من على النقيض على الشامبيونز ليج ماشي بشكل كويس، شايف ازاي برشلونه ورايح فين؟ لا انا شايف ان مشكله برشلونه اداريه في المقام الاول قبل ما تكون فنيه. لو اتكلمنا عن استقاله بارتوميو ومجلسه، ودلوقتي كمان في رئيس مؤقت توسكيتس، واعتقد كمان ان هو اعلن النهارده يعني حتى هم كلموه في حته انه هل برشلونه محتاج يعلن افلاسه. دي كانت مفاجاه كبيره جدا، يعلن افلاسه لانه هو دلوقتي بيتجه لتخفيض الاجور، وبدا يطالب اللعيبه بتخفيض الاجور، وبدات الناس تساله على طب ميسي موقفه ايه من تخفيض الاجور. قال لهم لا انا مش هقدر اعلق على حاجه دلوقتي، لكن في تجاوب من الطرفين في الموضوع ومن باقي اللاعبين والجهاز الفني وكده. فاعتقد ان هنا المشكله على المدى البعيد كمان، المشكله دي بقى لها فتره طويله، السياسه الماليه لاداره برشلونه في التعامل. والنقطه دي معلش انا عاوز اسقطها برضو على الكوره المصريه. طبعا على مستوى العالم دلوقتي الكوره بتمر بازمه اقتصاديه كبيره جدا. لو بصينا على مستوى ايطاليا، رئيس الاتحاد الايطالي بيطالب بتخفيض الاجور، وقال ان الفتره الحاليه فتره صعبه جدا على كل يعني عناصر صناعه كره القدم، وبالتالي محتاجين نخفض الاجور تتناسب مع الوضع الجديد اللي احنا فيه. في انجلترا كل الانديه الصغيره قبل الكبيره بعتت للحكومه الانجليزيه انه احنا مش قادرين نواجه غياب الجماهير عن المدرجات. انديه انجلترا كلها تقريبا بتعتمد على دخلها من حضور الجماهير للمباريات. في انديه هددت انها هتعلن افلاسها، وفي انديه ارسال اكثر من 100 نادي بعتوا بيان للحكومه في وزاره الثقافه والرياضه هناك على القصه دي انه لابد يكون في حل. ولذلك حتى رئيس وزراء انجلترا لما طلع اتكلم بوريس جونسون اتكلم على فكره انه لا الكوره مش هتتاثر بحته الاغلاق، يا جماعه الدوري مكمل زي ما هو، لانه مش هينفع تخسر عدم وجود جماهير وتوقف الدوري كمان. تبقى كارثه اقتصاديه. وبالتالي في برشلونه السياسه الماليه بتاعتهم كانت سيئه جدا، الاجور ما كانتش تتناسب مع وضعيه النادي الاقتصاديه والكاش فلو اللي عنده، التدفق الاموال بتاعه. وفي نفس الوقت كمان لو بصينا هنلاقي انه تجديد بيكي علشان اتنازل عن 50% من الفلوس، وبالتالي هو عاوز يطبق ده على كل اللعيبه. هنا بقى تيجي تقدر تشيد النهارده بمجلس اداره النادي الاهلي، حتى في عز ازمه الكورونا ما خفضش حتى رواتب العاملين جدولها ودفعها بالكامل وعدى المرحله دي في هدوء. انا مش بقارن برشلونه بالنادي الاهلي، بقى بالعكس السياسه الماليه للنادي الاهلي لو كلمنا كسياسه ماليه هتبقى احسن من برشلونه، لان برشلونه وصل لمرحله ان يتسال رئيسه عن انك انت ممكن تعلن افلاس النادي ولا لا. صحيح. فالنقطه دي هنا الناس لازم تفهم انه عنصر الاداره في كره القدم من اهم العناصر، زيه زي العنصر الفني. ممكن يكون عندك احسن لعيبه في العالم،
جايب اعظم مدرب في العالم، لكن سياستك الاداريه والماليه في الانفاق او في تنظيم المساله لفكره قطاع كره القدم دي مش سهله ابدا، مش سهله. المساله دي مجهده جدا وبتحتاج ناس عندها خبره. وانا مبسوط جدا ان احنا النهارده بنتكلم عن النادي الاهلي بيوصل نهائي دوري ابطال افريقيا في عز الظروف اللي بيمر بيها العالم كله في الكوره، وافريقيا كلها في الكوره برضه. فاعتقد ان الجزء ده ليه برشلونه وقع؟ برشلونه وقع لان سياسته على المدى البعيد ماليا كانت غلط، كانت غلط، والاجور كانت عاليه جدا ولا تتناسب مع اللي النادي يقدر يدخله. النادي ده معتمد على وجود ليونيل ميسي، وليونيل ميسي هو اللي رافع العلامه التجاريه بتاعت برشلونه. طب انا هقف عند العلامه التجاريه واسالك سؤال. هل احنا في فتره من الفترات، طبعا كان يمكن في التسعينات شويه، كان الدوري الايطالي هو الاكثر تسويقا، ويلي يمكن الدوري الالماني والفرنسي دلوقتي من سنين، الدوري الانجليزي ثم الدوري الاسباني. خروج رونالدو والمشاكل المادية اللي بتقابل برشلونة، واحتمال كبير أو 90% أن ميسي مش مكمل السنة الجاية، هل ده هيأثر على الفاليو نفسه للتسويق؟ الدوري الأسباني والدوري الأسباني ممكن يتراجع في القيمة التسويقية، يكون مثلا في المرتبة الثالثة أو الرابعة، ممكن ده أثر على الفاليو الكامل للدوري؟ ده كابتن هاني، السؤال ده مهم جدا، ونقطة الناس ممكن ما تكون مش بصلها قوي، انه قيمه الدوري الاسباني كانت عاليه جدا لوجود رونالدو ووجود ميسي كمنافسه داخل الملعب وداخل الدوري. لو بصيت على فكره على بقيه فرق الدوري الاسباني، ماليا ما عندهاش فلوس، ده حقيقي، ما تقدرش تنافس، ما تقدرش تعمل سكواد قوي حتى يقرب من اتلتيكو مدريد شويه، لو كان عندهم فلوس دي، حتى ما فيش برضه اتلتيكو مدريد الفلوس قليله. الدوري اتاثر بخروج رونالدو اولا، خروج ميسي هيقلل جدا من قوه ومن القيمه الماليه او القيمه التجاريه للليجا، وده السبب ان خلى خافيير تسيبس رئيس رابطه الليجا دخل نفسه في قضيه ميسي، وبيقول انه لا، انه لازم يكمل، والقانون والعقود والكلام ده ليه؟ لانه عاوز يحافظ على القيمه التجاريه للليجا، وانه يقدر يفضل ينافس الدوري الانجليزي وهو في المرتبه الثانيه. لكن اعتقد انه الدوري الايطالي في طريقه انه يصعد للمرتبه الثانيه مكان الاسباني برحيل ميسي. رحيل ميسي ما اعتقدش انه هيكون لنادي الا في ايطاليا او في انجلترا، يعني يا المان سيتي يا الانتر. يا المان سيتي يا الانتر بالظبط، الاثنين اللي عندهم قدره شرائيه او قدره انهم يقدروا يدوا لميسي العقد اللي هو محتاجه الفتره اللي جايه. وجود كمان ابراهيموفيتش كظاهره، ظاهره يعني عجيبه، بعد تقريبا ما الناس نسيت ان ابراهيموفيتش خلاص راح امريكا ورجع، بيدي كمان فاليو كمان للسيريا انه لا، ده في نجم كبير، والميلان دلوقتي متربع على القمه منذ فترات طويله جدا ما شفناش الميلان على قمه الدوري الايطالي، وهو عنده 39 سنه. يا كابتن هاني، يعني انا اتفرجت على ماتش اودينيزي، وبعدين شفت الراجل اللي راجع من الكورونا ده واللي بيعمله الحقيقه، يعني حاجه مبهره. طبعا قبلها بفتره، من اسبوع كده، كنت بشوف فيلم زلاتان ابراهيموفيتش، اتفرج على المسيره بتاعته، هو من اول يوم من وجوده مع مالمو وهو بالشخصيه دي، والشخصيه دي كبرت معاه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لكن انك توصل ل 39 سنه وانت هداف الدوري الايطالي النهارده في وجود رونالدو وفي وجود لعيبه كبيره صغيره في السن ولعيبه عملت اسامي في الدوري الايطالي، لكن فجاه انت تطلع لهم وانت عندك 39 سنه وتتصدر ترتيب هداف الدوري، الموقف ده مختلف شويه، يعني حاجه فعلا ظاهره في كره القدم. ده بيخلي حتى كل الميديا على مستوى العالم بتدور على ابراهيموفيتش وبتدور على اخباره، ومن هنا ميلان بدا يرجع. ميلان كمان فنيا، على المستوى الفني اعتقد ان هو ابراهيموفيتش هو اللي فارق فعلا، يعني حتى بقيه اللعيبه لعيبه كلها كويسه، لكن كمان عايزين يجددوا عقده كمان لمده سنتين، يعني حتى على يعني مستوى سنتين، يعني 41 سنه، يعني هيبقى 41 سنه، يعني انا شايف ان هي معجزه لفيرود من التوب ليفل، يعني انت بتتكلم برضو فيرود من التوب ليفل، يعني موضوع صعب جدا. طبعا يعني حتى، وبعدين امكانيات فنيه وبدنيه لحد النهارده يقدر يعمل الجول اللي جابه في اودونيزي ده وهو عنده 39 سنه، في لعيبه يعني عندها دلوقتي 30 ما تقدرش تعملها، يعني ده حقيقي، دي واضحه يعني. فهو ظاهره تستحق دراسه، واكيد بيتمرن كويس، اكيد بيحافظ على نفسه، الحاجات دي هي اللي، وبعدين هو بيجدد شغفه بالكوره وبيجدد طموحاته، يعني هو دلوقتي هو حتى قال تصريح بعد ماتش اودونيزي ان انا اللي مخلي ميلان في المنافسه، يعني فريق صغير وانا مخليه في المنافسه، بعيدا عن تصريحاته الغريبه يعني، لكن هي واقع، هي واقع فعلا. كان في برضه، يعني نرجع للدوري الانجليزي، من اساطير طبعا المان يونايتد، جيجز، راين جيجز بالظبط، حكايته ايه؟ لا ده راين جيجز عنده مشكله، راين جيجز
قبض عليه يا كابتن هاني. انا عارف، احكي لنا حكايته. رايان جيجز قبض عليه لانه كان عنده مشكله مع صديقته او زوجته يعني، واعتدى عليها وهي رفعت قضيه واتقبض عليه وخرج بكفاله. الموضوع كان صعب جدا لان رايان جيجز بيدرب منتخب ويلز دلوقتي، وبعدين اساطير طبعا يعني هو زي ما شايفين هو ده بتيشيرت منتخب ويلز بالظبط يعني. وبعدين رايان جيجز من اللعيبه اللي لعبت 20 سنه تقريبا بمستوى ثابت يعني. أيه. حاجه كان من اللعيبه اللي يعتبروا فعليا يتقال عليهم كلمه اسطوره، واعتقد ان الموقف ده يعني غريب قوي يعني، برضو المشاكل العائليه واصله لحد المحاكم هناك برضو يعني. لا طبيعي، اللي اعتدى على زوجته اعتدى عليها وجابت له البوليس، والحقيقه هو يعني خرج بكفاله والموضوع مكمل. لكن كان في ردود الافعال على الصحف، ردود افعال عاليه جدا عالية. لانه جيجز اسم ضخم في عالم كره القدم البريطانيه كلها، حتى يعني حتى انه وصل في سن انه 38 سنه وبيلعب اولمبياد لندن 2012 كان حدث جامد، وكسر رقم حسين حجازي وقتها انه بقى اكبر لعيب سنا يسجل في الاولمبياد رايان جيجز في الوقت ده. فلا يعني انا هي الخبر كان صادم شويه، لانه برضه جيجز مش من الشخصيات اللي طول مسيرته ما كانش له مارادونا يعني. ما هو يعني لو قارنا بمارادونا، مارادونا من اعظم اللعيبه اللي جت على مستوى كرة القدم، لكن كان عنده مشاكل كتير اذا كان خارج الملعب، خارج الملعب في نابولي، وكان عنده مشاكل كتير جدا حتى بعد ما بطل كوره يعني. هو مارادونا دلوقتي في المستشفى برضو، نتمنى له الشفاء يعني، لانه عنده هيجري جراحه وتحت الملاحظه الطبيه، عنده مشكله، هو بيدرب في الارجنتين دلوقتي، لكن جات له كده حاله يعني وعكه صحيه طارئه دخل بسببها المستشفى. وبرده السنه اللي فاتت دخل المستشفى كذا مره حقيقي. وفي 2018 في كاس العالم اغمى عليه في مباراه نيجيريا والارجنتين في روسيا، فواضح ان هو بيعاني صحيا دلوقتي، والمفروض يخف عن نفسه بقى ضغوط الكوره شويه يعني بالزبط. يكتفي بالظهور كضيف شرف مع كاستشاري او يشتغل بالظبط يعني حاجه تكنيكال يعني دايركتور مثلا، يعمل استراكشر كوره في الارجنتين في نادي، لكن اعتقد ان وجوده في الملعب حته التدريب دي مش لازم يعملها دلوقتي يعني. عمر بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده يعني، الفقره معاك بتمر سريعا لكن كان دايما حلقه مميزه. ان شاء الله نشوفك ونحضر حاجه كمان مميزه جدا، انت قلت لي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في مفاجاه، هيبقى في مفاجاه كبيره جدا ان شاء الله انتظرها كل جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي. شكرا لك يا عمر. شكرا. بعد الفاصل معانا الكابتن الكبير امين عربي.